Marilah kita qasidah jalaliyah. Nabiyuna Rasulullah wa syafi'una Habibullah wa maulana Khalilullah alaihi salatuna ya Allah. Nabiyuna Rasulullah wa syafi'una Habibullah wa maulana Khalilullah alaihi salatuna ya Allah. Rasulullah kalimullah wa a'la anbiya'illah. Rasulullah safiyullah imamul muttaqinallah. Nabiyuna Rasulullah wa maulana Khalilullah alaihi salatuna ya Allah. Atana rahmatul muhda fa amanna bihi ya Allah. Fawaffiqna wa akrimna بحسنى والرضا يا الله. نبينا رسول الله وشافعنا حبيب الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله. إلهي عافنا جمعا من الأمراض يا الله وطهرنا من الأوزار بفضل منك يا الله. نبينا رسول الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله. إلهي اغفر مع الأبوين. إلهي ارحمهما يا الله. إلهي استر جميع الحال ولا تكشف بنا يا الله. نبينا رسول الله وشافعنا حبيب الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله. إلهي واهدنا دوما لما ترضى به يا الله عونا لنا يا رب بدارين إيمان يا الله. نبينا رسول الله وشافعنا حبيب الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله. وأنزلنا بفردوس بقرب محمد يا الله لننظر وجهك الباقي بحب المصطفى يا الله. نبينا رسول الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله. على أحمد صلاة الله على الهادي سلام الله وآل مع صحابته دواما سرمدا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها العمرة وحج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام
الإسلام، ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام، ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحان